أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. هذا مش درس من دروسي، هذا أنا بدي أعرض عليكم مشروع واحد صممه زي ما إحنا بنصمم الجزيرة. أورجيكم إبداعات برنامج Unreal Engine ولأي درجة الجماعة وصلوا، ناس يعني أبدعت، فإحنا إن شاء الله بنكون قدهم إذا مو أحسن إن شاء الله. طيب خلينا نأخذ نظرة على الخريطة اللي صممها هذا الرجل. صمم هاي الخريطة وصمم المي بطريقة إبداعية وحط فيها قوارب، ولاحظوا حط فيها كرات عشان يورجيك انه المجسمات ممكن تمشي فوق المي. هذا الهدف من هاي المواد الإضافية عشان يشرح لك انه برمجها. طبعا انت بتقدر تأخذ منه المواد، هاي المواد معروضة للبيع وبتقدر تشتريها وتستخدمها خلينا وتحولها للعبتك الخاصة وتغير بس شكل الشخصية. لاحظ انت حتى حط لك خاصية السباحة، يعني بتقدر تنزل تحت وتسبح، ولاحظ الأمواج كيف تيجي، في امواج قاعد تيجي ابداع حقيقة. ولاحظ انت بس تغرق بس يصير في واحد غرقان كمان، يا ساتر في واحد غرقان يا جماعة، انقذوه هذا الرجال. ابداع الرجال هذا، تعب تعب يستحق حقيقة انه يبيع شغله. وانت بامكانك تسوي نفس الاشي، تسوي جزيرة مع مي مع الانارة الخرافية وتعرض المشروع للبيع، وبروح وفي ناس حتشتري. خذ مني، في كثير ناس تشتري منك. طيب الان هو حط اربع خرائط، هذه خريطة رقم 2. خلينا نبدا الخريطة، نشوف الخريطة رقم 1، نشوف رقم 1 كمان شوي، نشوف رقم 3. الخريطة رقم 1 هي عبارة عن الريفر، النهر، فبيورجيك انه المي بتيجي من هون وبتصير تمشي وتعبي طريقها، تصير تمشي وتعبي الخريطة تبعيتك لما انت تبنيها. وبرجيك انها بتقدر الخاصية، الفكرة من هاي الخريطة بشرح لك انه بس تيجي المي بتصير تعبي، وانه عن جد تتأثر انت بوجود المياه. طيب هاي الخريطة رقم 2 اللي هي النهر. لاحظ انا لما نزلنا تحتها كمان صار يسبح. خلينا نروح للجهة الثانية نشوف. اوكي الان الفكرة بده يعبي المكان هاد ويعبي المكان هاد، بدأت المي تنزل. لاحظ يعني انت ممكن تستخدم هاي المي بالحركه هاي للشلالات، يصير في عندك شلالات. وبعدين نشوف الجهه الثانيه، خلينا كيف نطلع من هون. ايوه هو بده يعبي هاي المنطقه، لان راح احط لكم في الرابط، راح احط لكم في الرابط انا هاي الخريطه وحتى يعبي المنطقه هاي. طيب هاي رقم 1، خلينا نشوف رقم 3. رقم 3 يا ساتر هذا تسونامي جاي. اوكي اوكي امواج فعلا رائعة، شغل حقيقة ابداع ما شاء الله. في سمك كمان يا جماعة، في سمك. سمك مهرب مني قاعد، والله انه رهيب يا اخوان. هذا الرجال يعني مش يعني ابدع، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بعيد بقول مرة ثانية، اللعبة هاي انا راح احط لكم الرابط تبعها في الديسكريبشن. تمام لاحظوا انتو فنان، نفس اللي احنا اشتغلناه لكن طول في الشغل وبذل مجهود اكبر. خلينا نشوف رقم 4، خريطة رقم 4. خريطة رقم 4 اللي هي الامواج. وقعنا تحت، خلينا نفوت جوا. لاحظ انت كيف بشرح لك، شوف هاي الاداة اللي هون تطلع بتحرك المي والصخرة، لاحظ الصخرة بتقاوم كمان. خلينا نفوت جوا ونشوف كيف. هذه خريطة 4 بشرح لك كيف شغال الأمواج. أنا مالي بكل شو بوقع حقيقة، أبدع هذا الرجل في الشغل اللي اشتغله، مشكور على المجهود الرائع. طبعا هو أكيد مش ببلاش يعني. طيب رقم 1 نرجع، رقم 2، رقم 3، رقم 4. هاي المشاريع الأربعة اللي هو صممها، نقدر نرجع لورا ونأخذ نظرة من هون وإحنا نركض. والله رهيب المنظر، يا الله أبدع. طيب خلينا الآن أورجيكم وين الملف هذا موجود. الملف هذا موجود على Unreal Engine ماركت بليس، اسمه فلويد فلكس، وموجود الديمو هون. انا راح احط اللينك تبعها، بتضغط على كبسة الديمو بتيجي كونتينيو اكسترنال ويب سايت، بتضغط على داونلود اني واي، بصير ينزل لك المشروع
عندك على الكمبيوتر 128 ميجا بايت بس. هاي صور المشروع وسعر المشروع للأسف $350. يعني انت لما تخلص مع الدورة ممكن تبيع كمان، ما بتعرف عادي يعني، اذا احترفت تصميم الانفايرومنت اللي هي البيئة والمياه والحدائق بتقدر تبيع المخططات تبعيتك عادي جدا. وهذا واضح انه بايع، في هون 12 واحد ومعطينه 100%. يعني في 12 واحد، تخيل انت والله. تعال نحسب مع بعض كالكوليتر، بدي احسب له اياها. خلينا نشوف ارباحها صاحب هاي اللعبة، ضرب 12 واحد اشترى $4,200 على اسيت عمرها ما كمل الشهر. يعني هو في اقل من شهر كان طلع $4,200. هاي لاحظ انت بتاريخ النشر 8/5، احنا مثلا ما كملناش الشهر. ابداع ما شاء الله تبارك الله، والله انه ابدع. وهذه المواصفات تبعية المشروع تبعه، راح احط لكم في الديسكريبشن الرابط تبعه اللي هون، ولا احط رابط كل اشي. يلا في امان الله، بشوفكم فيديو ثاني، مع السلامة.